طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شعب واحد كبار السن، إذا سامعين صوتي ارفعوا إيدكم. طيب، إذا إن شاء الله إحنا هيك بلشنا تسجيل اليوم. معنا يعني حوالي يمكن ساعة نختم فيها إن شاء الله توبيك 4 اللي بيحكي عن psychosocial issues among elderly. وحكينا إنه إحنا بالpsychosocial issues ركزنا على نقطتين، سوري هم ثلاث أشياء رئيسية اللي هم حكينا بنسميهم الـ 3Ds: delirium, dementia و depression، كونهم الـ most common psychosocial problems اللي إحنا ممكن نصدف مسنين عندهم هاي المشكلة. أسماء، أنت رافعة إيدك، في أي إشي بدك تحكي ولا بس ناسيتها مرفوعة؟ تمام. طيب، قبل ما أعمل شير للسلايدات، في أي سؤال يا شعب واحد؟ أي استفسار؟ اتفقنا إحنا إنه في عنا كويز ثاني قصير، 10 علامات، 8 أسئلة، كل سؤال بعلامة وربع، يعني زي الكويز الأول، وبيكون عن توبيك 3 بارت 2 اللي هو بلش من عند السيفتي وانتهى بالسكين بروبلمز. والامتحان إن شاء الله بيكون بـ 13/12 على 5 مساء. طيب، خلينا نروح نعمل شير للمحاضرة. طيب، على كل حال الشيرينج لل الباوربوينت برزنتيشن راح ياخذ معي وقت، لانه انا اليوم على شغاله معكم على لابتوب جديد اخر. اللابتوب امبارح صار فيه مشكله، وحتى يعني ما قدرت اعطي الشعب الثاني محاضره. المشكله صارت تحديدا قبل محاضرتهم ب5 دقائق. طيب، أنا لا أزال عالقة في أزمة هذا اللابتوب. دكتورة؟ تفضل. من عند السيفتي لإيش؟ لا، نهاية هذا الكلام هو بيحكي عن skin problems. تمام. طيب، بدي أجرب أفتحها من الفايلز التيم، لأنه ما بعرف كيف بدي يعمل شير هذا الجهاز. لابتوبات الأبلز ما بعرفها نهائيا صراحة، يعني هذه experience جديدة علي وبحاول أتأقلم معه. أو ممكن حدا من طلابنا بيحاول هو يعملنا شير، شو رأيكم؟ مين معنا عنده ملف الـ topic 4 يفتح لنا يعمل شير من عنده؟ مين فيكم؟ شعب واحد، هل من مجيب؟ ترى في مجيب بس مش منزل عند الملف. مش منزل إبراهيم؟ طيب، مين منزل الملف عنده اللي أنا حاطيته على الفايلز عندكم؟ أو ينزلوا الآن يفتحوا على الفايلز فوراً ويعملنا له شير سكرين. أنا بصراحة مش يعني معلق عندي، مش قادرة أعمل له شير نهائياً. يعني هذا اللابتوب أنا بعاني حتى إنه المؤشر ما بعرف كيف أستخدمه إله، لأنه اللابتوب الحقيقي هو في التصليح. طب دكتور، هسه بشوف إذا بنزله. مستنى. أوكي، مستنى أي حدا بيقدر يعمل شير ل
يلا يا جماعة، في عنا 12 حضور، يعني ولا حدا فيكم عنده الفايل، فوتوا على الفايلز واعملوا شير. طبعا نزلته هسه، كيف الشير من وين؟ اطلع في عندك بجنب الهانج اب وبارتيسيبانتس زي شريط، في إشارة سهم داخل في مربع اللي هو شير سكرين، شارك. تكبس عليها ويعطيك خيارات شو اللي بدك تعمل له شير. هاي تجاوب معي الشير لإيش؟ لباور بوينت؟ نعم 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 جايب لي لا توجد ملفات قابلة للمشاركة. طيب اسمع، انت فتحت الفايل نفسه يعني، وانت معنا على التيمز بتروح للفايلز وافتحه، جرب طريقة يعني ما تحمله بس هو على التيمز افتحه. اذا ما زبط معك راح اضطر انه احنا يعني بدي اكنسل الميتنج الان واروح ارجع افتحه على الباك جراوند وارد ارجع اعمل معكم ميتنج جديد. يعني هاي ممكن تكون المحاولة الثانية إذا ما زبط معك إشي. دكتور هيني فاتحه بدي أعمل مشاركة. وهي في شير إجا من عندك. تمام. إذن الآن أنا شايفته، شايفينه معنا البقية. خلاص تمام. طيب أنت اعمل ميوت وبس حرك لنا لعند الدمنشيا، لأنه أتوقع حصلنا عند الدمنشيا. دكتور هذا من عندي ولا من عندك؟ لا انت اللي فاتح. طيب امشي لعند وين؟ عند الدمنشيا. نعم احنا بدنا نبلش من عند الدمنشيا. اذا ما حركت ممكن انا اي تيك كنترول في عندي. دكتورة راح من عندي، مش عارفة صراحة شو ممكن نعمل. ثواني جرب اعمل شير هاي المرة، انا عملت شير كنت هلفة مع ارجع انت اعمل له شير وحرك بالسلايد لعند البنش. طيب هي الآن تتحرك يعني مش السلايدات. دكتور حطي كنترول من عندك. تيك كنترول لو أخذته مش رح تضيع الشاشة على الفاضي. جرب مش رح أبلش لك، أنت تضلك هيك مشي معنا ونحكي لك حرك نغلبك معنا. لا عندك. طيب أنا اللي بحرك كله، في حد ثاني؟ خلاص. إيش رقم السلايد؟ السلايد من 15، لا أكثر أكثر، من 23. هاي ديليريوم. تمام تمام بالضبط. اعمل من عندك يا ابراهيم وتابع معنا انت لما احكي لك تحرك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم ان شاء الله رح نحكي عن جزئين اخرين من الموست كومون سايكوسوشيال ايشوز اللي بيواجهوها كبار السن، ويعني بتصدف في كثير من الاحيان انه احنا لما نتعامل مع كبار السن إنه هذه أغلب المشاكل السايكوسوشيال اللي ممكن أشوف المسن بيعاني منها. ديليريوم وشرحناه،
والديمنشيا والديبريشن اللي اليوم إن شاء الله رح نحكي عنهم. خلال شرحنا للديمنشيا وديبريشن رح نكمل بالكمباريزن بالمقارنات اللي بتخليني أكثر قدرة إني أنا فوراً I can recognize إذا هذا الشيء ديليريوم أو ديمنشيا أو ديبريشن عشان أعرف أتعامل مع المسن بشكل أسرع. إذن أول شيء الآن رح نروح للديمنشيا ونحاول نميزها عن two other types. خلينا نحرك يا إبراهيم. طيب الديمنشيا is a term for a group of over 60 different pathological disease processes. يعني الديمنشيا هي ليست مرض بحد ذاته، هي بنقدر نحكي مجموعة من السيمبتومز التي تمثل حالة مرضية معينة، وهنالك أكثر من 60 حالة مرضية قد تكون أحد يعني أعراضها الديمنشيا. ولكن حوالي 50% أو أكثر من حالات الديمنشيا اللي نشوفها على أرض الواقع هي تعود لألزهايمر ديزيز. إذا بدنا نميز إنه الديمنشيا هي ليست مرض، مش حالة مرضية معينة، هي مجموعة من السيمبتومز ريليتد لحالة مرضية. كثير حالات مرضية ممكن تكون ريليتد لإلها الديمنشيا، ولكن أغلبها most commonly اللي ممكن أشوف معه ديمنشيا هو فعليا بيطلع ألزهايمر ديزيز. يعني ألزهايمر ديزيز مسيطر على most cases of ديمنشيا. هذا أولاً. ثانياً الشيء المميز بالديمنشيا هي الكوجنيتيف إنبايرمنت التي يعني تتطور على فترة زمنية طويلة. الديفلوبمنت ما بيكونش سريع ومفاجئ ولحظي زي الديليريوم. بنركز بهاي. يعني على سبيل المثال أنا بقدم رعاية لمسن في مؤسسة صحية أو غيرها، وإلي شهر رايح جاي عليه كل يوم وبيعرفني وبعرفه. ما بيصير في الديمنشيا إنه فجأة بعد هالشهر وشهرين من الرعاية بروح عليه ثاني يوم صبح بطل عارفني. هذا مستحيل يكون ديمنشيا، مستحيل. على الأغلب بده يكون ديليريوم، لأنه السادن ديفلوبمنت هاي من أحد المعالم الرئيسية للديليريوم. باجي أحكي لك إنه هيك في بيشنت أنت إلك فترة تقدم له رعاية ورحت عليه مرة الصبح وفجأة أنت مش عارفك مين أنت، ما تحكي لي ديمنشيا أو ديبريشن. This is يعني most commonly إنه بيكون delirium. إذن هاي الكلوز أو الإشارات الرئيسية اللي أنا بيهمني إنه طلابنا يعرفوها. يعني أنا ما بدي إياك تروح زي الأعمى على الأماكن الرعاية وبتشوف المسن بحالة cognitively أنت مش مميز شو ماله شو عنده. بالعكس في نقاط أساسية إذا أنت عرفتها من الآن رح تعرف تتصرف مع المسن. إذن الكوجنيتيف انفايرمنت هاي بتصير على مدى سنوات، على مدى شهور، بيرافقها كيسز اوف ديزيزز مختلفه. المسن بيكون عنده حالات مرضيه مختلفه، تشينجز باللايف ستايل، بالانفايرمنت، عوامل عديده حكوا والدراسات وجدت انها بتلعب دور في حدوث هاي التشينجز. ولكن المهم في الموضوع انه الديمنشيا لا تعتبر نورمال change in aging. يعني يعني السيمبتومز اللي راح نحكي عنها اللي بتميز الديمنشيا لا يمكن انها تعتبر normal change. صحيح احنا حكينا في بداية المادة انه في senility، في انه ماشي هو الدماغ يعني بيكبر بيهرم بتجف السوائل اللي فيه لدرجة انه بصير الانسان بينسى ومش مميز not recognizing، بس مش ديمنشيا فعليا. هي هرم بيصير في البرين إشي طبيعي بعد 80 و90%، ولكن الديمنشيا بأعراضها اللي رح نحكيها الآن لا يمكن أن نعتبرها normal change of aging. إذن هي chronic loss of cognitive function، chronic وليس acute. على مدى شهور وسنوات نلاحظ هذه التغيرات اللي يعني بتكون تأخذ long period of time على المسن. الزهايمر ديزيز is the most common طبعاً cause of dementia زي ما حكينا. أغلب الكيسز اللي إحنا بنشوفها من الديمنشيا على الأغلب بتكون related لألزهايمر ديزيز. وبنحكي عن موضوع ألزهايمر ديزيز، هو ليش اسمه ألزهايمر؟ طبعاً في ناس بفكر إنه AL هي L التعريف، لا طبعاً، لأنه هاي مش كلمة عربية، هي كلها على بعضها اسمها ألزهايمر. يعني هذا طبيب ألماني أتوقع هو last name إله هو ألزهايمر. يعني ما بصير نحكي زهايمر وقال التعريف ألزهايمر، هذا غلط طبعاً. طيب نحرك. بدك تضل مصحصح معنا يا إبراهيم، أنت مش من الجماعة اللي رح يناموا اليوم بالمحاضرة. Symptoms of dementia. ممتاز. Symptoms of dementia include difficulty communicating, forgetfulness, inattentiveness,
disorganized thinking، يعني هاي مجموعة من الأشياء أنت إذا واجهت المسن لأول مرة بالحياة رح تلاحظ عليه هاي الأشياء. وعلى فكرة إذا ما كنت تعرفه من أول صعب إنك تميز من رؤية هذه السيمتومز إنه هو delirium أو صعب بدون ما تطلع على history وتشوف هذا الإشي معهود عنده أو غير معهود. معهود عنده mostly dementia، غير معهود ولأول مرة هاي الأشياء بتحدث عنده بشكل مفاجئ delirium. إذا difficulty communication، بنحس إنه هو مش قادر يحكي، ما بيرتبش كلمتين على بعض، مش فاهم شو ماله شو بده، forgetfulness بنسى، ما مش مركز معك، ما بتسأله عن أشياء بيجاوبك عن أشياء ثانية، بيضل يعيد نفس الجملة حكالك إياها اليوم الصبح بده يرجع يعيدها نفسها، فكر حاله لأول مرة حكالك إياها، قصة حياته بيكررها وبيعيدها كثير. level of consciousness ممكن يختلف بالحالات اللي شوية بتكون مدرت ومتطورة، perceptual disturbances مش مدرك أحياناً لليل النهار البيرسونز، psychomotor disturbances كمان برضو بنلاحظ عليه، أيضاً تغيرات في الحركة وdisorientation رح نحكي عن تفاصيلها أكثر شوي. الشغلة هاي طبعاً شوية صعبة على healthcare providers إنه أنا أتعامل مع مسن بينسى، فهاي شوي صعبة. أحياناً في مسن يعني بيحكي لك إنه أنا ما أكلت، ما جبتوا لي أكلي، ويعمل مشكلة وهو فعلياً بيكون جابوا له الأكل وأكل، بس الريسنت ميموري فيها مشكلة، أو حتى الإيميديت كمان. فهنا مشكلة بالنسبة للهيلثكير بروفايدرز إنه يعني بدها صبر، بدها طولة بال التعامل مع المسنين اللي بيعانوا من هاي الأعراض. نحرك. طيب احنا as nurses بهمنا انه انا كيف اميز السيمبتومز وكيف اتعامل مع المسن اللي عنده الديمنشيا، يعني ما حدا بيطلب مني والله اعملنا خطة دياغنوسيس او كذا، يعني التفاصيل هاي ما بتهمني، انا بهمني بشكل عام سريع بقدر اعمل سكرينينج وبقدر اميز which kind of disease، هل هي depression dementia delirium، وبناء عليها as a nurse I can provide the appropriate. يعني مثلا المسنين اللي عندهم الديمنشيا اكثر شيء بيعانوا منه اللي ممكن يعني شوي يعطل علينا البروفايدنج كير لهم هو الفورغتفلنس او اللي هي الميموري لوس، هذا كمان حتى بيعرض المسن نفسه لخطر، يعني احيانا كانوا بيتركوا مثلا باب الغرفه او باب مؤسسه الرعايه فاتح او الجارد اللي هم الحارس اللي برا مثلا مش منتبه، المسن اللي بيكون غير واعي وواصل لمرحلة ميموري لوس في الديمنشيا ممكن يحمل حاله ويمشي على الشارع وما يعرف يرجع، وإذا ناس سألوا أنت وين من وين جاي وين ساكن وين بيتك ما بيعرف يجاوب. إذا هاي برضو مشاكل تخلينا نركز على موضوع السيفتي، إنه الأبواب تكون مغلقة، إنه في الحماية على الشبابيك، في الأرضية بتكون عليها كاربت بتحمي المسن لو سقط أو فقد اتزانه، أمور هاي إحنا دورنا إنه بننتبه إلها لنقلل من مخاطر الفولينج والإنجريز، وإنه بصير في أكسيدنس أو يضيع المسن ويطلع من بيته وما يعرف يرجع من هاي المشاكل. نحرك. طيب بنروح شوية على ألزهايمر ديزيز بما أنه هو المسؤول عن أغلب الكيسز اللي بتيجي في ديمنشيا. ألزهايمر أسوشيشن هي عبارة عن مؤسسة عالمية جابت كل الدراسات اللي عن ألزهايمر وعملت لها دعم وطلعت النتائج كثير مهمة بتساعد الهيلثكير بروفايدرز يتعاملوا مع هاي الكيسز. فهاي الأسوشيشن حكت أنه في 10 early warning signs للـ AD اللي هو ألزهايمر ديزيز، حكوا يا جماعة انتبهوا ركزوا في 10 علامات أولية زي تحذيرية إنه إذا بتشوفها على المسن أو تشوف بعض منها تحط بعين الاعتبار إنه you need to follow up more للمسن هذا وتعمل له screening وdiagnosis، لأنه محتمل إنه هو بيعاني من dementia related للألزهايمر ديزيز. طبعاً الشغلة المهمة هون إنه بدنا نحكي عن أهل المسن نفسهم وأفراد العائلة. هون في عنا مشكلة لأنه مش كل المسنين اللي عندهم ديمنشيا موجودين في مؤسسات الرعاية، بالعكس most cases موجودين في بيوتهم بين أهليهم. فالنقطة اللي بتصير إنه بما إنه الزهايمر ديزيز أو حتى الديمنشيا تحديداً ما بتصير بين يوم وليلة ولا أسبوع والثاني ولا شهر والثاني،
it may take years. لذلك من الصعب على أفراد العائلة يميزوا هاي changes. It's difficult to detect this from family members or friends تحديدا. ليش؟ مع مرور الزمن نتشرب ونتشبع فكرة التغيرات اللي بتصير عند المسن، ونصير نجد لها تبريرات إنه هو شخصية تغيرت، هو كبر، هو زهق، هو ملان. نتعود على changes اللي بتصير عنده بشكل بطيء، فما بنميز. فهاي الشغلة لازم يعني كhealth education تنعمل للناس اللي بيرافقوا المسن وبيجوا لما أماكن تقديم الرعاية، إنه في علامات يعني انتبهوا إلها، إذا لاحظتوها على الشخص المسن يعني حطوا في بالكم إنكم تأخذوه تفحصوا وهكذا. فهاي 10 early warning signs هم misplacing items. الآن misplacing items إحنا بنحكي عن تكرار حدوثها، يعني هسا الآن إحنا كأدلتس أو younger adults زيكم ممكن تصير معنا، بضيع مفتاحي، بضيع تليفوني، بكون بإيدي وبدور عليه تحدث. ولكن misplacing items لدرجة أنه كل إشي مثلاً بيكون بإيدي وأنا بحكي لحالي بدي أخبيه بضيعه، يعني تكرار لدرجة أنه أنا خلاص يعني مأثر على حياتي، كل إشي بتعطوني إياه بدي أخبيه بضيعه. loss of initiative، هاي طبعاً مهمة، أنه بنلاحظ المسن بطل هو اللي بيبادر في أشياء معينة. مثلاً كان هو دايماً يروح يفرش أسناني، لا أسنانه لحاله، يسحب حاله ويطلع يتمشى برا كل يوم. إذن بطل في initiativeness، يعني صار بده مين يحكي له أنه يلا قوم، تتعود دايماً تعمل هيك، قوم أفطر، قوم كل، يعني بتصير أنت بتطلب منه أنه يعمل الأشياء الاعتيادية اللي هو كان عنده motivation يعملها. changes in personality، وهاي برضو مهمة، بيلاحظوا على المسن في هاي الفترة أنه ممكن يكون صار انسحب، انعزل شوي. مثلاً في العيلة مثلاً الجد أنه صار يلاحظوا أنه هو بطل مثلاً يلعب مع أحفاده زي دايماً، يمزح معهم، يضحك معهم، يحكي معهم، تحسوا صار في صمت، قليل الكلام، في انعزال. في هذه التغيرات في البرسوناليتي كمان، في البعض بفسرها أنه هو كبر، خلاص كبر وزهق وهيك، ولكن لا، هاي من الإشارات المهمة أنه نأخذها في عين الاعتبار. poor judgment، وبرضه هاي بتصير في عند الـ يعني in our culture، في البعض بيحكيها أنه المسن صار مشكلجي، صار بس بيدور على مشاكل، هيك بيفسروها. أنه مثلا طلب منا كاسة مي، رحنا نجيب له كاسة المي، فحكى لا مش نظيف الكاسة، رحنا بدلناها، جبنا كاس ثانية، لا ما بدلتوها أنتو، لا مش لساتها مش نظيفة. فزي كانوا في poor judgment، يعني الحكم على الأمور صار شوية ضعيف، مش صح. فهذا طبعا أحد علامات التحذير لحدوث ممكن اللي هي الزهايمر ديزيز. changes in mood or behavior زي ما حكينا، مزاجه حاد، ممكن بسرعة يعصب، بسرعة ينفعل، يتحسس. إذا changes in mood and behavior. disorientation، وبرضه نفس الشيء، فجأة مش مركز هو وين، هو بالبيت، هو بغرفته، هو وين بالضبط، تحسه ضيع. memory loss affects job skills، خصوصا إذا كان مسن لساته على رأس عمله، ممكن يلاحظوا عليه الناس اللي بيشتغلوا معه إنه هو مش مركز بشغله، نسي أشياء يعني متعارف عليها في العمل. difficulty performing familiar tasks، يعني إنه يزر زرارات قميصه، إنه يرتب تخته، شغلات هو تعود إنه تكون familiar بالنسبة له ويعملها بشكل تلقائي، فلقى حاله مش عارف يعملها، نسي الأشياء اللي هو متعود عليها. difficulty بتلاقيه هو بده يحكي لك عن شغلة معينة عارفها شو هي، بس ضيع الكلمة اللي بتعنيها. problems with the abstract thinking، حتى الأبستراكت thinking بصير صعب شوي عليهم، إنه مثلاً أجي أحكي له عن الألوان، اللون الأحمر مثلاً أو اللون الأبيض، لون النقاء والصفاء، فما بي يعني شو النقاء والصفاء وكيف أربط باللون الأبيض، أو لون الأحمر لون الغروب، شو دخل الغروب باللون الأحمر، بصير abstract thinking شوية أصعب. يعني نرجع لمرحلة كيف الطفل اللي عمره 5 سنين و6 سنين شوية بتبلش تعلمه abstract thinking، يربط اللون مع الأشياء اللي related إله. إذا هاي صفي زي هيك المشكلة بالنسبة لمسن ممكن يكون عنده symptoms of Alzheimer's disease. طيب في أي سؤال لحد الآن؟ طيب خلينا نحرك دكتورة. نعم، حس انت بتحكي poor judgment، بحس نعم. انا اللي في من كبار السن كثير بصير يصير يحكم على الاشياء اكثر، يعني يصير مش انه مشكلة، يعني يضل يحكم على اشياء. ممكن، نعم، انا زي ما حكيت لكم الان بتحس انه المسن اللي فعلا ممكن تكون عنده هاي احد الـ early warning signs ركز على شغله وفسرها بطريقه غلط، زي كأنه الحكم على الأمور بطل بعين ثاقبة زي ما احنا تعودنا عليه، كونه هذا السن الوسدوم،
احنا متعودين انه اراء تكون حكيمه مثلا، فبنلاحظ هون مشكله، بكون هو مقتنع برايه مثلا. اه بالضبط. نعم. طيب نحرك. اوكي. طبعا عاده الموست ساينز بيلاحظوها لما تكون مور ديفيكلت تاسكس نيد تو بي كومبليتد، يعني مش الشغلات البديهيه والسهله، لا اللي كانت فيها شويه صعوبه، انه مثلا ينسق جدول اعماله، يوقع شيكات، يرتب ابوينتمنتس، يروح من منطقه لمنطقه بناء على وصف المكان، هذول الشغلات اللي بدها شويه كونسنتريشن بتكون هي بدايه الصعوبات بالنسبه للمسن. يعني يبلش المسن يعاني من صعوبه التركيز في الامور اللي هي فعلا بدها تركيز بالأشياء الأصعب. هاي من الفيرست ساينز اللي ممكن تصير في حالات اللي هي المايلد، لسه مش واضح مش مبين، يعني ما بنقدر نحكم للمسن إنه عشان نسي كيف يوقع الشيك، كيف يعمل appointment، هاي الأمور ما بنقدر نحكم 100% إنه فعلا مثلا في مشكلة الزهايمر ديزيز. بس تتطور الأمور أكثر وبيدخل في المودريت ستيج، ما يميزها ثلاث أشياء هاي الستيج اللي هي المودريت، في عنده بيكون difficulty be finding the proper word to articulate thoughts اللي مسميها الأفازيا، عارف الشغلة اللي بدي يحكي عنها بس الكلمة اللي تعنيها ضايعة مش لاقيها. يعني مثلا كيف مستشفى، هو بباله بخياله هو المكان اللي بيروح عليه المرضى وبيتعالجوا فيه، بس كلمة مستشفى مش راضي يلاقيها، هاي الأفازيا. أيضا يكون في عندهم performing fine motor tasks، مشكلة بالfine motor tasks إنه مثلاً أشياء بسيطة يعملها في الactivity of daily living، كيف يزر زرارات القميص، كيف يربط الشوز، هاي الأمور اللي هي fine motor tasks برضو صار فيها صعوبة بنسميها apraxia، وكمان difficulty بالremembering إنه loss of memory، هاي اللي هي الأجنوزيا. إذا هذول الثري، يعني الثري difficulties، هذول الثري ساينز تحديدا بيكون في المودريت ستيج، يعني لسه الامور صارت اصعب شوي. طيب نحرك. اما الديزيز از ات بروجريسز بيصيروا الافازيا والابراكسيا والاجنوزيا مور انهانسد، يعني ظاهره بشكل واضح، حتى الناس اللي عايشين معه بالبيت بلشوا يلاحظوا انه لا في مشكله، في مشكله بالحكي، يجي بده يحكي ايش فبتلاقيه بيصفن كثير عشان مش عارف يعبر عن الكلام صح، بنسى أشياء كثير، مش عارف يشتغل الأشياء اللي تعود يعملها ببيته لحاله، يفرش أسنانه، يمسك الفرشاية صح، بينسى هاي الأشياء التقليدية اللي تعود يعملها. هون طبعاً المشكلة إنه لما أهل البيت نبيل turn on the light، لما أهل البيت يلاحظوا هاي الأمور، طبعاً هذا بيصير إنه خلص إشي more down the one down the one down، أوكي خلص. فهون معناته أن المشكلة صارت أكبر. دائماً هو الهدف أنه توعية الأهل بيت المسن بالمراحل الأبكر، لأنه إشي كثير مهم نعتمد على البروغنوسز، أنه نبطئ نخفف من حدته من خلال سيطرتنا على هاي السيمتومز الابتدائية اللي بتصير عند المسن، لأنه في مراحل نهائية بصير في نو ميموري، يعني المسن بطل يعرف ولا إشي، ولا عارف حاله ولا عارف مين حواليه نهائيا. وفي مراحل بيصير loss of consciousness ودخول في الكوما، هاي مراحل نهائية. طبعا أنا جدي يعني الله يرحمه برحمته، هو أبو أمي لساته عايش، إله تقريبا يمكن 10 سنين developing Alzheimer، الآن هو بمرحلة فعليا ما بعرف ولا حدا فينا وبدردن. يعني السنة الماضية أنا رحت عليه كان بحكي، يعني ما عرفني، حكى عني اسم حدا ثاني. السنة هاي لا خلص، يعني ما فيش أي كلام، ما بيحكي بالمرة يعني، ولا بيعرف أي كلمة بتنحكى. تخيلوا الميموري لوس بوصل لمرحلة إنه ما فيش ولا كلمة بيعرفها. بالإضافة لمراحل متقدمة أكثر من هيك ممكن خلص يكون في loss of consciousness. طبعا المراحل هاي تختلف يعني حسب حالات فردية، في مسن بشكل سريع ممكن تتطور عنده هذه السيمتومز خلال 4-5-6 years، ممكن كل هاي الأمور تحدث. other elderly patients ممكن تأخذ 10-15-20، إذا هاي برضو تطوره ممكن يعتمد على حالات فردية بالإضافة لطبيعة التعامل معها. إذا كان مدركين
اوريدي انه كيف مثلا العائله مدركه انه هاي التشينجز قد تدل على الزهايمر. يعني انا جدي اول مشكله واجهها انه بطل يعرف يسوق سيارته، مش عارف كيف يسوق. هاي كانت اول المشاكل اللي ظهرت عليه قبل حوالي 12 سنه. طيب نحرك. One of the most considerations in depopulation is the need to plan. هاي اللي أنا اللي بدي أحكي لكم إياها، نركز عليها. Plan for structure and consistency. الآن بدي أحكي لكم عن نقطة جوهرية بتختلف في التعامل ما بين delirium والdementia وdepression. إنه جماعة الdelirium والdementia نهائياً ما بيبسطهم change، خصوصاً بالenvironment. يعني ما تيجي على مريض delirium بتقول والله بدي أغير ديكور الغرفة، أو الديمنشيا بتحكي بتغير ديكور الغرفة، بينتكس، بيصير فيه انتكاسة، بيصير agitated، بيصير confused، بخاف، يعني بتنتكس الحالة. بالمقابل الدبريشن هم بحاجة لتشينج، هم بحاجة لتغير لهم جو وتطلعهم رحلة وتفرجيهم أشياء جديدة. ولكن العكس تماما مع ديمنشيا وديليريوم. هذولاك بالذات بدهم الروتين المتعارف عليه من سنين وما تغيره، ما تحاول انك تجتهد وتكون كرياتيف وتغير له ديكور غرفته او تغير له بيته او المكان اللي هو عايش فيه، او تحمله من غرفته وتنقله عند مريض ثاني بغرفة ثانية. ما تحاول تعمل هيك، هذا اشي بيسبب انتكاسة بالنسبة لديليريوم وديمنشيا. اذا نحاول دائما ان نحافظ على روتين ثابت to reduce the frustration with uncertainty. يعني frustration and uncertainty بتيجي من changes اللي انت بتعملها حواليه، يعني بتزعجه وبتأثر عليه سلبا. لذلك دائما نحافظ على ال environment حواليه زي ما هي، زي ما تعود عليها، تخته، بطانيته، حرامه، مخدته، أغراضه الشخصية. و patients الديمنشيا كمان بساعدهم بإني أنا أعمل modifications في الانفايرومنت حواليهم تسهل عليهم. إنه مثلا المسن ممكن واصل لمرحلة إنه بينسى وين حمامه، فأجي أنا أعلمه زي لما هيك نعلم الأطفال steps أساسية في حياتهم. بعمل له أسهم على الحيط لونها مثلا أخضر، إنه هذا السهم معناته وين مكان الحمام، أو مثلا foot steps على الأرض تدله إنه لما بدك تروح على الحمام الحق هاي الستبس. هيك نبسط حياته قدر الإمكان، نعمل له ستيبس واضحة وبسيطة يتبعها. نفس الإشي مثلا موعد الدواء، منبه، أشياء بتعمل حياة مسن سلسة أكثر وسهلة إنه يتبعها قدر الإمكان. هذا الإشي طبعا ما بيحتاجه مرضى الدبريشن اللي كمان شوي رح نحكي عنهم. لما الـ AD patients يوصلوا لمرحلة ما بعد المايلد والمودريت، هون للأسف بيصير المسن بده direct care، يعني بده مرافق بشكل مباشر و 24 hours، خلاص ما في مجال هون، لأنه هو ما مش مميز إشي. ممكن يصير فيه falling و injuries و accidents إحنا بغنى عنها. يعني المسن اللي بالمايلد ممكن أنا أساعده بهاي الأمور المعينة وما أكون لازم 24 ساعة معه، ولكن الحالات الـ advanced لا، بده خلص دايركت كير ومرافق معه بشكل يومي. طيب نحرك. دكتورة في حد رفع ايده، يمكن ما انتبهت. ما شفت والله. مين بده يسأل؟ في اي اسئلة يا جماعة؟ دكتورة انا عندي سؤال. اي رغد. هلأ مريض ممكن يصير الزهايمر بسبب مثلا CVA؟ طبعا هذا احد انواع الزهايمر. طبعا كنت حاطيتها بالسلايدات السنة الماضية، بس اليوم السنة هاي يعني اختصرتها، مش كثير مهم نعرفها. بس في اللي هي بسموها المالتي انفاركشن ديمنشيا، وهو اصلا هي اسهل نوع يتحدد. يعني بالسي تي سكان هو اول نوع ممكن يظهر معك بسهولة، الاي دي سوري الديمنشيا اللي بسبب سي في اي. ممتاز سؤالك. تمام شكرا. شو كمان؟ طيب نحرك. طيب الترانسلوكيشن من one environment to another زي ما حكينا برضو هذا مشكلة. زي ما حكيت لكم ما نحاول نغير environment ونغير مكان ونودي رحلة ومش عارف وين أروح فيه بالديليريوم والديمنشيا، ما نعمل هذه الأمور. فما تحاول تعمل هذا الترانزيشن. بالعكس إذا اضطرينا أن المسن تتغير غرفته أو يتغير مكانه، بيكون as smooth as possible. يعني بيكون مثلا المرافق تبعه اللي متعود عليه يظل معه لما ننقله على الغرفة الجديدة، أغراضه الشخصية، حرامه، الديكور نفسه قدر الإمكان، يعني قدر الإمكان ما يكون transition مفاجئ بالنسبة له. speak directly طبعا حاول دائما نحكي معه وجها لوجه، بحكي بشكل واضح ببطء،
أعمل facial expression مناسب مع الكلام ومع التون عشان أسهل عليه إنه يستوعب أنا شو بحكي معه. نحرك. طيب كل ما قدرنا نعمل maintaining للfunction أكثر، كل ما إحنا يعني شوية يعني بعدنا هالبروغرس اللي ممكن يكون سريع. فلذلك دائما إحنا نحاول إنه كل ما اكتشفنا هالكيسز أبكر وتعاملنا معها بشكل صح، ممكن يعني يحاول المسن من أولها يعرف هالتغيرات اللي ممكن تصير ويعني يتعايش معها. Environmental factors may also contribute to the way, to the patient's well-being. يعني إحنا زي ما حكينا لما المسن اللي مثلاً عنده الديمنشيا، ما أحاول أحطه مثلاً بمكان غير ملائم، اللي هو مثلاً بغرفة فيها مثلاً مسن بيعاني من مشاكل نفسية، ممكن يكون يأذي أو يضل يصرخ بالليل يثير الرعب، أو مثلاً تكون غرفته قريبة من الستيشن وفيها صوت إزعاج ومشاكل. أكيد أنا لازم تكون الانفايرومنت للديمنتد patients يعني as quiet as possible، إنها تكون هادئة. وهاي مشكلة كانوا يعانوا منها يعني عدد مش قليل من المسنين اللي عندهم ديمنشيا في دار المسنين، خصوصا اللي بيكون بغرفة هاي من اللي بتيجي زي قاعة فيها 6-7 أسرة. هون يعني ويلهم بالليل اللي بيصرخ، اللي بيزعجهم، اللي يعني إزعاج بيعمل بيخلي الكيسز بتصير أصعب. يعني المسن بيرتبك، بتصير عنده ردة فعل عكسية بسبب هذا الإزعاج والإنفايرومنت غير الملائمة. نكمل. طيب كلكم تعرفوا الأسيتيلكولين اللي هو نيورو ترانسميتر إسينشال طبعاً للميموري وليرنينج أكثر إشي. فال يعني المو الدايركت كوز هو unknown تحديداً، ولكن وجدوا رابط ما بين الليفلز والفانكشناليتي لهذا النيورو ترانسميتر مع كيسز الألزهايمر ديزيز. فوجدوا أنه بقل كتركيز وكفانكشن تحديداً in among these patients. You want to take the شاحن؟ Yeah, but my iPad doesn't. طيب خذي روحي. طيب طبعا في medications بيستخدموها لعلاج الحالات. طبعا هو مش علاج، عفوا هو مش علاج، هو بس عشان ما يصير البروجنوسيس سريع، عشان ما يصير further loss بالcognitive functions. يعني ما فيش علاج بيشفي من ألزهايمر ديزيز وأعراض الديمنشيا، ولكن العلاجات بتحاول تحسن من وضع الأسيتيلكولين في الجسم بحيث إنه ما يتدمر بشكل سريع، بتبطئ البروغنوسيس نفسه، بتبطئ حدوث هذا اللوس بالكوجنيتيف فانكشن. ولكن المشكلة إنه لازم يبلشوا في هذا العلاج في مراحل جدا مبكرة. يعني it's most effective لما يبلشوا فيه في the early stages. وهون مشكلتنا إنه early stages للأسف بيكون مش مميزين، لسه العائلة مش مميزة إنه these are warning signs للألزهايمر ديزيز. نكمل. طيب في many cultural variations كمان نحب نحكي عنها بخصوص الدرلي اللي عندهم ألزهايمر ديزيز. مثلا إحنا في مجتمعنا مش بالسهل إنه العائلة تتقبل إنه مجرد إنه إحنا لاحظنا هاي السيمتونز فإحنا بنحكي إنه أبونا زهمر أو أمنا زهمرت. هيك طبعا بيكون المصطلح فعليا بمجتمعنا. كنزي أخذته يا ماما، she took it. فلذلك هاي طبعا إنه حتى الأكسبتنس صعب، مش بسهولة يستوعبوا العائلة، خصوصا إذا كان المسن لساته صغير بالعمر. وصدفة كانت بتصير عند عائلات بكون المسن لساته يعني بآخر الخمسينات مثلا، فهو لساته بعمر منتج أو مثلا لساته بيشتغل، مش بسهولة العائلة تتقبل هذه الفكرة. يعني أنا بذكر كان في جيران إلنا، حتى جيران على مرتين، يعني مرة وأنا عند أهلي ومرة ثانية بس كنت لحالي، كان صدفة سبحان الله دائما جيراني عندهم شخص عنده ألزهايمر. فالجيران الأولانيين كانت هي جدتهم، هي صار معها يعني بعد 70، فالعائلة يعني كانت مستوعبة الأمور أكثر لأنه يعني ستنا كبيرة هيك يعني تقبل الموضوع. بس هي حرام إنه كثير الميموري لوس
كان واصل مراحل كثير متقدمة، فكانت يعني تغلبوا فيها كثير، كانت أحيانا تفتح الشباك بدها ترمي حالها من الشباك، صراخها كثير، انزعاجها كثير، تطلع من البيت وبتهرب على الحارة وبيدوروا عليها، فكان في مأساة بقدرة العائلة إنها تسيطر على هاي الكيس. برضو العيلة الثانية اللي كانوا كمان جيران إلي وكان أبوهم، هاي مشكلة أكبر إنه أبوهم كان صغير بالعمر، يعني ستيل كان لساته بيشتغل، وكان جديد باني 4 طوابق بيت لأولاده وساكنين، وهم لسه حاسين بإنه أبوهم يعني منتج، إنه productive وعامل هالإشي، فانتكس كمان بشكل سريع. لو وصل لمرحلة إنه هو دخل يعني كان unconscious فترة من عدة شهور، وبعد هيك الله يرحمه توفى، فكانت كمان صعبة جدا على أولاده يستوعبوا إنه يعني إنه الزهايمر يعني ممكن يكون يعني فعليا مرض بالنهاية بيؤدي إلى فقدان شخص. فالموست كيسز احنا فعليا في الاردن هم من الزهايمر ديزيز موجودين في بيوتهم ومع اهاليهم، لذلك احنا نستغل فرصه از نيرسز انه احنا وي ادوكيت لما يجي المسن يدخل على المستشفى او يزور العياده ومعه مرافقين من اهله. ما طبعا انا ما اتعمد انه اجي احكي لهم والله ابوكم عنده الزهايمر او لا، اكيد مش هيك، بس باجي زي كوميونيكيشن مع العائله، او لما نيجي ناخذ الهيستوري انه نبلش نسال اسئله، مثلا كيف ذاكرته، شو بيعمل خلال النهار، بيش بيشتغل ما بيشتغل، هو بيوكل لحاله، في حدا بيطعميه، مجموعة من الأسئلة اللي فيها زي بدنا نميز هل فعلا العائلة ملاحظة بعض الساينز اللي قد تدل على الزهايمر ديزيز أو لا ما فيش مشكلة. هذا إشي كثير بيساعد إنه حتى العائلة نفسها شوية المفهوم بيمتصوه من البداية لحدوث such cases. طبعا الزهايمر ديزيز هو يعني more common على ما أعتقد أنه among male. أنا بتذكر مرة طلبت من طلابنا يقرأوا عن الموضوع وين more common، بس صراحة نسيت. إذن حوالي 80% من المسنين اللي عندهم الزهايمر ديزيز هم فعليا في بيوتهم، وبالنسبة لنا إحنا في الأردن كمان أكثر من هيك، بس هذا لا يعني أنه دور رعاية المسنين ما فيها الزهايمر، بالعكس most cases في شو اسمها أكبر دار المسنين اللي فعليا يعني بنروح عليها كل فصل اللي هي دار الضيافة، يعني كثير cases كثير الزهايمر ديزيز موجود among patients، يعني عدد لا بأس به. فكانوا طلابنا يعني يتعاملوا مع هاي الفئات بلاحظوا فعليا إنه هستمتمز اللي قرأنا عنها وشفناها هون بالمادة فعلا لاحظوها طلابنا في الكوميونتي العملي في دار المسنين. طيب خلينا نحرك. نحرك نحرك كمان كمان طيب إذن هيك إحنا حكينا عن قصة الديمنشيا، ورح ندخل في الديبريشن، وبنهاية الديبريشن رح أرجع سريعا ونميز الثري ديز لحتى إنه أنا لما أشوف patients في المستشفى أو بمركز صحي أو بأي أماكن رعاية بقدر يعني recognize the differences بينهم. بالنسبة للديبريشن الآن في زي misconception إنه إذا كبير بالسن يعني إحنا نتوقع إنه عنده ديبريشن لأنه كبير بالسن. هاي مشكلة إنه إحنا نيجي نحكي عن كبار السن اللي عندهم ديبريشن إنه هم عندهم ديبريشن لأنهم كبار بالسن، هذا طبعاً غلط. هي التفسير المنطقي هو صحيح إنه الديبريشن more common in this age group، بس مش لأنه هم كبار، لا. الفكرة اللي بتصير إنه الأحداث اللي بتمر في حياة البني آدم ومن هو صغير، الأحداث السيئة اللي إلها تأثير نفسي سلبي، الأكيوميليشن إلها مع مرور الوقت بيأثر على الكونسنتريشن للسيروتونين اللي هو نيورو ترانسميتر مسؤول عن المود والأبيتايت والسليب والبيهيفير، فهذا الإشي بيخلي هالنيورو ترانسميتر بيقل لدرجة إنه على ثريشولد معينة بيصير الشخص أكثر عرضة للديبريشن. هذا رقم واحد. ورقم اثنين للأسف إنه الهيريديتي الوراثة تلعب دور كبير جدا في حدوث ديبريشن. إذا كانت يعني حتى هاي الدراسات وجدتها أكثر شيء among females، إذا كانت الأم بتعاني من ديبريشن للأسف بناتها ممكن 80% إنه احتمال يصير عندهم ديبريشن في أحد مراحل حياتهم. إذا ديبريشن بحكي عن ظروف حياة صعبة أثرت سلباً على كمية سيروتونين في الجسم،
in the brain، ورقم اثنين الوراثة بتلعب دور. الآن ليش طيب المسنين كفئة عمرية؟ مش لأنهم كبار بالسن، لأنه الكبار السن هم على الأكيد بدهم يكونوا عاشوا عمر يعني فترة زمنية أطول، أكيد صار خلالها losses أكثر، أحد يعني فقدان، سواء فقدان في على الوضع الصحي أو home أو job أو friends أو family أو spouse أو financial resources، يعني الاحتمال أعلى على الأكيد لحدوث فقدان ومشاكل نفسية خلال الفترة الزمنية اللي بيعيشها البني آدم أطول. يعني اللي عايش 10 سنين أكيد ما واجه مشاكل زي اللي عايش 20 و30 و40 و50 أكيد. فلذلك it's common إنه إحنا بنشوف higher incidence of depression among the elderly. هذا التفسير مهم. فمش من قليل إنه إحنا ممكن نشوف مسنين نسمع قصصهم وأحداث صارت معهم ومشاكل، وفي فئات منهم على فكرة عاشوا يعني حروب في 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 فترة الخمسينات والستينات والسبعينات أثرت على وضعهم النفسي، فقدوا بيوتهم، فقدوا أهالي، فقدوا ناس عزيزين عليهم. يسو يعني إحنا بنحكي يعني منيح منه إنه هو بس عنده depression، هيك مصير نحكي. فيعني it's accepted إنه إحنا ممكن نشوف هذا إشي common، ولكن ما بنعتبر الدبريشن هو كمان normal change. no way إنه إحنا نحكي عن depression among elderly normal change. طيب نكمل. حوالي 12% من الإلدرلي اللي بيدخلوا على الهوسبيتال وفور لونج تيرم تريتمنت زي مثلا هيب فراكتشر وهارت ديزيز تريتمنت، هذولا ممكن يصير عندهم ديبريشن اب تو 12%. والمشكله وين؟ انه اللي بيعيش بريزيدنشال ارياز زي في دور المسنين هذول للاسف ممكن تكون النسبه اعلى لحد 25%. يعني تخيل من كل 4 مسنين واحد معه ديبريشن. تخيل صعوبه الوضع وقديش صعب انه انا اتعامل مع مسن عنده ديبريشن. على فكره هي بدي احكي لكم من ناحيه صعوبه، يعني صعبه جدا، احيانا بيكون اصعب من ديليريوم وديمنشيا. ليش؟ المود يعني بيكون حاجز، المود حاجز أكبر من الكوجنيتيف ديسفانكشن اللي بيصير في الديمنشيا وديليريوم. يعني ديمنشيا وديليريوم ممكن بأي لحظة بتحس المسن بيتعاون معك وحاب يطلع من الحالة اللي هو فيها، بس ديبريشن لا، بالعكس رح تواجه difficulties أكثر، رح تواجه زي شو بنسميها، زي كأنه بدي يحط حاجز بينك وبين المسن، يعني ما بيكون إنيشياتيف، ما بيكون متعاون معك. نكمل. طيب حكينا chemical imbalances باللي هي السيروتونين وغيرها مع مرور الوقت، يعني ممكن تكون primary cause للdepression عند كبار السن. هذا chemical component مهم جدا. بس حكينا كمان تغيرات في حياة المسن من retirement، translocation، عاش فترة طويلة ببيته والآن مضطر يطلع منه، illness، loss اللي بيصير في حياته، شغلات كثيرة بتخلي الدرلي تحديدا زي ما حكينا at higher risk. الناشنال انستيتيوت اوف منتال هيلث، هاي عباره عن مؤسسه موجوده في امريكا، حكت انه حوالي 75% من الاولدر كلاينتس هو سكسسفلي كوميتد سوسايد. يعني للاسف 75% من المسنين اللي كان عندهم ديبريشن وانتحروا، هذول يعني ثلاث ارباعهم قبل تقريبا حوالي شهر من حادثه الانتحار كانوا زايرين العياده. اذا هذا إشي بيحكي عن اهميه إنه أنا إذا لاحظت symptoms of depression على المسن ما أتركه يروح بدون أي إجراء، بدون اتخاذ إجراءات معينة، حتى لو medication، حتى لو CBT، بس ما أتركه يروح لأنه في احتمال كبير إنه ما يرجع المرة اللي بعديها. ما بنعرف يعني البروغنوسيس قديش سريع، قديش المشكلة كبيرة عنده as depression case. كمل. ف changes in mood زي ما حكينا و thinking هي primary characteristics of depression. يعني اللي ما يميز الدبريشن عن dementia و delirium المود نفسه، يعني زعلان ما بده يحكي معك. بالمقابل هذولاك ال two cases الثانيين بتحسه يعني عادي بده يحكي معك، بده يجاوبك، بس هو ما بيعرف، هو مش عارف. هنا الدبريشن بيكون عارف وعارف مين انت وعارف هو وين، ما عندهوش disorientation بس ما بده يجاوبك، المود مش مساعد. هذا ديفرنس مهم بين ديبريشن والتو اذر ديز. صور الايباد اللابتوب كابيتال. نحكي عن كمان شغله مهمه، كمان ان اور كلتشر
احنا كمان بثقافتنا في يعني بتحسوا انه بالنسبه للمسنات كفيميلز اسهل لهم انهم يحكوا ويشكوا ويبكوا ويعبروا عن اللي عندهم، مقابل المسن الميل اذا كان ديبرست راح تواجه صعوبه اكثر انه يحكي ويعبر عن اللي عنده. الحمد لله احنا كمان ثقافه او كمان عندنا ريليجيوس و spiritual factors يعني بتروح للبوزيتيف سايد اكثر، يعني بتساعد اكثر ايجابيا بانه المسن يطلع من هالحاله ونساعده فيها. يعني ان سم سي بي تي كيس ممكن نلجا للمسن انه spiritually يتخلص من هذه المشكله. الفيزيكال سيمتومز اللي ممكن تظهر على المسن اللي عنده ديبريشن اكثر شيء تشينجز بالسليب والابيتايت، بتعرف لانه السيروتونين تحديدا بيتحكم في هذول الـ two behaviors. ففيزيكالي ممكن نلاحظ على المسن إنه هو السليب عنده تأثر، إما بينام كثير أو بينام قليل جداً، والأبيتايت نفس الشيء تغيرات عليها بتصير بالإكستريم، إما قليل جداً الأكل أو كثير جداً. طيب اذا زي ما حكينا، اذا بترجعوا اول شيء حكينا بالسلايدات انه لما بيدخل علينا مريض عنده هذا الكونفيوجن وهاي السيمتومز والديستربنسز، اول شيء اني انا بستثني واشتغل عليه الديليريوم، وعرفنا لانه هو اسهل شيء لحتى اميز بشكل سريع لانه هي تغيرات مفاجئه وترانزينت وريفرسبل. بعد هيك بروح لشويه اتحرك وابلش اميز المود، اذا المود اكثر هو اللي عامل تشالنج، عامل مشكله انه انا مش قادر احكي مع المسن واتعامل معه، واعمل الاسسمنت السريع للديبرشن. خلينا نحرك على السلايد اللي بعديه، اتوقع راح يحكي عن الاسسمنت تول سريعه، زي كيف لما استخدمنا الكام اللي هي assessment tool سريعة أيضا للتمييز الديليريوم. برضو في عنا assessment tool سريعة ممكن إحنا نستخدمها لنميز الدبريشن عند المسنين. نحرك السلايدات. طيب بس أسأل شغلة. نعم. هسا الميل عشان إنهم هم النسبة الكبيرة، ممكن الإكسبريشن للمشاعر تعيتهم يعني إنه ما بصير عندهم crying أو إشي، نعم، هذا بأثر؟ ليس بالضرورة أكيد. يعني مش معناته if you express معناته أنت وضعك منيح، واللي مش express مش منيح، ليس بالضرورة. يعني we can't infer، إحنا ما بنقدر نعتمد على إنه هو إذا كان شخص بيعبر عن مشاعره إذا ممكن يطلع من مأزق الدبريشن أسرع من غيره، ليس بالضرورة. دكتورة. نعم. إحنا هون بنقصد بالدبريشن نفسه الـ MDD. بتحكي عن specific؟ لا لا، ما بدي أنا ما بدي أدخل بـ نحكي السب تايبس. اذا بتدخل السب تايبس بنروح احنا لسايكياتري، فانا ما بدي ادخل في كورس سايكياتري، ولكن انا بشكل عام هسه بحكي لكم اللي بس تحركوا السلايدات، رح نحكي عن شورت اسسمنت تول انا استخدمها، عباره عن 15 كويستشن سريعا بخلوني اميز if this patient or if this elderly is screened positive for depression. أنا ما حددت نوع الدبريشن، وممكن هذا إشي ما بيهمني أو مش أنا المسؤول عن تحديد type أو هو subtype of depression، بس أنا بيهمني أعرف إذا these symptoms يعني خلينا نحكي بتروح more to the side of depression، إذا هذا warning sign أنا لازم أبلغ عنها وأحكي عنها لحتى يحولوا البيشنت المسن للأشخاص المتخصصين بالعلاج النفسي. تمام. يس انا بسال بس عشان الاسسمنت والمانجمنت. نعم بس. نعم تمام شكرا. طيب خلينا نحرك السلايد عشان نشوف هالاسسمنت سريعا كيف ممكن نعمله. بالضبط هون اللي بسموها جيرياتريك ديبريشن سكيل شورت فورم، عباره 15 سؤال. هذا التول الاشياء اللي باللون البولد اتوقع اللي هي تعطيها نقطه واحده، واللي مش بولد تعطيها زيرو، لانه في بعض الاسئله بتكون ريفرس كودد، يعني مثلا بساله عن إشي اذا جاوب عليه يس معناته ديبرست، في سؤال ثاني اذا بساله يا وجاوبني يس معناته نوت ديبرست. فانا بجمع النقاط هاي وبيطلع عندي رقم، اذا كان اعلى اتوقع من 5 معناته احنا لازم نتخذ اجراء سريع، لانه ممكن يكون المسن فعلا هو عنده مشكله ديبرشن. اذا هاي دائما سكرينينج تولز، هي مش تشخيصيه، هي مش دايجنوسيس، بس هي شغله سريعه بين ايدي تساعدني أميز. يعني أنا مجرد ما استخدمت هاي طلع معي رقم، استخدمت مثلاً الكام وطلع معي رقم، أنا بسهولة ميزت إنه which one of the three D's الpatient عنده. تمام؟ هاي يعني tools سريعة
بتوفر علي وقت، بتخليني ريكوغنايز بشكل أسرع لشو الكيس بالضبط عندي لهذا المسن اللي بيعاني من هاي الأعراض. مثلاً الأسئلة اللي بيسألوها للمسن، إذا كان مثلاً بيحس حاله مالل، إذا كان بيحس حاله أنه الحياة فارغة، بيحس حاله helpless، يعني ساعدتوني ولا ما ساعدتوني، مش قادر أطلع من هذا الوضع اللي أنا فيه، بيحس حاله عنده energy أو لا إلى آخره. وبدي أحكي لكم أنه بالكيسز اللي صعبة جداً من depression، حتى هاي الأسئلة بتلاقي المسن مش قابل يجاوبك عليها، يعني بشوية بدك تشتغل مع المسن وقت أطول، يعني مش مستحيل من أول ما تشوف مسن depressed تسأله هاي الأسئلة بجاوبك عليها. بدك تأخذ معه يوم ويومين وثلاث، تعمل معه relationship therapeutic اللي شوية هيك يأخذ عليك وبصير يجاوبك على الأسئلة. نكمل. طيب، برضو من الـ NIMH اللي هم الـ National Institute of Mental Health حكوا إنه الـ older adults، هاي النقطة كمان يعني برضو مهمة، في older adults عندهم depression، والdepression في بعض الحالات ممكن يعمل memory loss، هاي بسموها pseudo dementia، يعني زي كانها dementia غير حقيقية، هي فقط نتيجة مشكلة الdepression. يعني هاي ممكن تكون rare cases، ولكن قد تحدث إنه مسنين عندهم depression، الdepression خلتهم يصير عندهم memory loss. بس هاي pseudo dementia شوية بتختلف عن الديمنشيا الحقيقية، إنه هاي السودو ما بتكون على طول، بتكون مؤقتة، بتروح وترجع، وبتكون باتشي. باتشي يعني ديمنشيا ميموري لوس، مش لكل إشي، إشي وإشي، فرح نحكي عنها. There are many treatment options موجودة للديبريشن. الموست كومون تريتمنت هي الميديكيشن، يعني عادة المسن اللي دايجنوست with depression بيروحوا لفيرست تشويس والموست كومن اللي هو بيستخدموا له ميديكيشن. وفي طبعا انواع مختلفه من الانتي ديبرسنتس بتمر علينا، ممكن يلجؤوا ليعطوها للمسن وحسب انه شو الانواع التحديدا اللي تجاوب معها. خلينا نحرك السلايدات ونشوفهم. الميديكيشن زي ما حكينا هو very helpful، بيستخدموا انواع مختلفه، جينيريشنز مختلفه زي السيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، التراي سايكليك انتي ديبريسنت وانواع اخرى. هذول يعني موست كومون انتي ديبريسنتس ممكن يستخدموها لكبار السن. هاي الميديكيشنز طبعا من نحذر انه المسن اذا كان من الفئه اللي ممكن يكونوا هاي الريسك للسوسايد، انه ما بنعطيه علاجه ونحكي له خذه انت، يعني لازم يكون في رقابه على الانتي ديبريسنتس اللي بياخذها، لانه في ممكن يكون مسنين يستخدموا كورس علاج كامل كنوع من الانتحار، فكمان ننتبه لهي النقطه. رقابه التقديم هاي اللي هي الادمنسترينج الميديكيشن للمسنين. طيب، متأكد أنه طبعاً المسن أخذ العلاج بشكل واضح وتخلص أشياء زيادة عنده. نكمل. طيب، الـ ECT طبعاً هذا الـ ECT الناس بتزعل منه لما نجيب سيرته، اللي هو الـ Electroconvulsive Therapy. ما بعرف إذا لساته مستمر عنا في بعض الأماكن العلاج النفسي. أنا بتذكر أنه كان في بعض الجلسات في، إذا حدا فيكم عمره راح عليه مركز للرعاية النفسية زي كيف الكرامة والفحيص بس تابع للجيش في مستشفى ماركة، أخذونا هناك وعرفونا عليه، وبرضو أتوقع بالفحيص I don't know if they still use it. بس فكرة الإلكتروكونفولسيف ثيرابي اللي هي نسميها احنا بلغتنا العامية جلسات الكهرباء، هو للأسف يعني ما بيلاقي ترحيب، وبالعكس سمعته سيئة في العام، يعني في العامة. والسبب الرئيسي لهذه السمعة العاطلة هو إنه الميديا، اللي يعني إنه بيجيبوه بالتلفزيون زي كأنه بيعذبوا المريض اللي عنده ديبريشن، زي كأحد أساليب التعذيب. فدائماً بتشوفوا بالمسلسلات لما يجيبوا إنه حطوه على كرسي الكهرباء زي كأنه نوع من التعذيب، إنه هاي مش تريتمنت. فللأسف في poor reputation لهذا type of treatment. على للعلم هو very effective وخصوصاً لكبار السن، يعني الحقيقة عكس ذلك تماماً، هو جيد وإفكتيف وممكن يغني عن استخدام الأنتي ديبريسنت ميديكيشنز. يعني ممكن في مسن، خصوصا المسنين اللي بيعانوا من ريزيستنت ديبريشن، يعني في مسن بيكونوا جربوا معه نوع ونوعين وثلاثة وأربعة وللأسف كانت ريزيستنت ديبريشن، تنحل مشكلته بالإي سي تي. تخيلوا. في نقطة هون مهمة كنت أحكيها نسيت.
بالنسبه للميديكيشن تريتمنت كمان انه اللي عاده المسن بيمشي على كورس 3 مانث او 6، واذا كانت مشكله الدبريشن كرونيك بيمشوه اكثر من 6 شهور، بس عاده على الاغلب هو الرينج 6 شهور للتريتمنت بالانتي ديبريسنتس. طيب الاي سي تي طبعا ما بيكون زي ما بتشوفوا على التلفزيون مسلسلات دغري بيربطوه في الكرسي زي التعذيب، لا هو البروتوكول مش هيك نهائيا، بيكون مرتب على موعد، بيعطوا المسن انستيتيك ايجنت ومسل ريلاكسنت، يعني ولا بيحس بإشي فعليا، مخدر ومرخي للعضلات، فهو فعليا ما رح يحس بإشي، هو مباشره بعد الجلسه ممكن يحس حاله دايخ confused تعبان، بينام ساعات أطول، ولكن بعد ما يصحى within a few days رح يحس إنه التريتمنت كانت effective. هي طبعاً ترتب ببروتوكول معين تقريباً حوالي يوم بعد يوم 6-12 جلسة لحتى يشوفوا إنه صار في استجابة جيدة لهذا type of treatment. وبصراحة أنا كنت ناوي أقرأ عنه أكثر، إنه يعني specifically هو شو اللي بيصير، يعني إنه ليش هاي الشحنات شو اللي بتشتغل عليه بالضبط، بس صراحة ما كان معي وقت. فإذا if you are interested كمان حابين تعرفوا أكثر، خصوصا جماعة اللي بياخذوا سايك النظري ممكن تستفيدوا من هذا الإشي. طيب نكمل، إحنا قربنا نخلص. طيب هذا الجدول كثير مهم، وإذا طلعنا عليه رح يساعدنا نميز هاي الثري ديز اللي حكينا عنها. يعني هو بالمختصر لو بدك تشوف cases، ممكن إذا فكرت بموضوع الميموري وthinking perception وهذول رح يعطيك هنس سريعة إنه كيف ممكن تميز بينهم. مثلاً بالميموري، الناحية إنه هو ميموري لس وبيتذكر وما بيتذكر، فجماعة الديليريوم بيكونوا عندهم مشكلة تحديداً في الريسنت والإميديات ميموري، بيكون الإنبايرمنت صاير في الريسنت والإميديات، يعني اللي فوراً إنه أنا هسا مسكت شغلة نسيها، ما مش عارف أنا شو حكيت في هاي اللحظة، أو الريسنت اللي هي تاعت مبارح أول مبارح. الديمنشيا بتصير كمان عندهم بالريسنت والريموت احيانا كمان. اما الديبرشن فهي السلكتيف او الباتشي اللي حكيت لكم عنها، يعني بيكون ناسي اشياء واشياء، مش انه كل الحدث، لا شغلات معينه تحس هو نسيها مع انه في اشياء ثانيه معها مش ناسيها. فالسلكتيف ميموري لوس بيكون اكثر عند الديبرست الدرلي. من ناحيه ثينكينج ف أكيد بتعرفوا إن الديليريوم بيكون disorganized و distorted و fragmented أكيد، و incoherent speech slow أو accelerated، هذا إشي common إنه أنا بشوفه في الديليريوم. أما الديمنشيا بتكون مشكلتهم أكثر بالabstract thinking زي ما حكينا، أو إنه poor judgment، أو إنه بيلاقي الكلمة المناسبة اللي يعبر فيها عن شيء معين. هاي من ناحية thinking شو الفرق بينهم. أما الديبرشن بتكون intact but with themes of hopelessness and helplessness، يعني بيعرف يفكر صح ولكن كل تفكيره يرافقه الشعور بالhelplessness and hopelessness اللي هي انه فقدان الامل وفقدان ثقته بانه ممكن يطلع من هالحاله اللي هو فيها. الperception اللي هو الادراك، بالنسبه للديليريا مشكلتهم كبيره بالبرسبشن، لانه بيصير في هالسينيشنز ديليوجنز وبشوف اشياء مش موجوده، بسمع اصوات غيرها، يعني في مشكله كبيره هون. الديمنشيا عاده ما بيشوف، ما بيصير عندهم هاي الهالسينيشنز والاصوات وغيرها، لا هو بس المشكله انه مش مميز شغلات، بينسى اشياء، ميموري مشاكله اكثر. الديبرشن انتاكت delusions and hallucinations absent except in 7 cases. فهي احنا ما بدنا ندخل فيها لانه حكينا في subtypes، في بعض subtypes of depression among elderly ممكن يكون فيها some delusions and hallucinations، ولكن in general رح نحكي انه compared to delirium لا نعتبره، لا انه perception افضل عند depressed patients compared to delirium. psychomotor طبعا انه لاحظنا على المسنين اللي عندهم ديليريوم بيكونوا فجأة إما إنه تحرك ببطء شديد أو بتحرك بسرعة وبconfused وagitated أو ميكس بينهم. الديمنشيا نورمالي عادة مع شوية ممكن إنه هو فاين موتور شوية ناسي أشياء ممكن كيف تنعمل بس، ولكن هو ما عنده سرعة شديدة أو بطء شديد في أداء هاي المهام. والدبريشن طبعا يعني متنوعة، هون ما حددوا انه شو ممكن تكون المشكلة تحديدا.
السليب ويك سايكل بالنسبة للديليريوم بيعانوا من ديستربنسز ومشاكل بالسليب سايكل هم والديبريشن، أما الديمنشيا تحديدا بتكون مشكلتهم فراجمنتد، يعني إنه السليب نفسه ممكن يخلي المسن شوية يصحى كذا مرة بالليل بس بيرجع ينام. الديبريشن عادة الإنسوميا بتكون عندهم اللي هي الإيرلي مورنينج، يعني بيعانوا من إنسوميا تحديدا إنه بيصحى كثير أبكر من الوقت اللازم. وهون إذا بتطلعوا على associated factors إنه شو ممكن تكون أشياء يعني مرافقة لل symptoms of each one of them، فهذول كمان أنتوا اقرأوهم، هو صراحة مش مبينين عندي أنا من هون. شو ممكن تكون أشياء فعليا بترافق هل هاي الكيسز، يعني مثلا الديمنشيا ممكن نلاحظ عليه شغلات ثانية اللي هي بالإضافة للأفيزيا الأجنوزيا أو أبريكسيا. طيب نحرك. بالنسبة للميموري كمان هاي هذول طبعا السلايدات الآخر ثلاثة الآن كلهم مجرد